هذه المباراة كيف رأيتها؟ مباراة كانت قوية ممتعة جميلة في كل تفاصيلها. نعم جدا مباراة كانت رهيبة جدا، وأنا أيد أستاذ عمر مدرب باريس سان جيرمان امبارح عمل حاجة أنا بالنسبة لي كانت فوق الطبيعية، وهي المان سيتي بحسب يعني قراءات غوارديولا دائما أداؤه هو تيكي تاكا، يعني استحواذ الكرة لكن من اللمسات المتحركة. باريس سان جيرمان امبارح حتى لو شفت على مستوى التشكيل من نص الملعب لقدام دخل لعيبة بيقدروا يمتلكوا الكرة ويجمدوا الكرة ويعطلوا النشاط الاستحواذي لمان سيتي اللي هو إدريس أغاني وفيراتي في النص، دي الناس بيقدروا يمسكوا الكرة ما بيحركوا الكرة سريع وما بيفقدوا الكرة، يعني بيحاولوا يأخروا الوقت، ده اللي بيخلي باريس سان جيرمان روى الاستحواذ بتاع المان سيتي رغم استحواذه امبارح، لكن تحسبيه كان منفعل شويه ومتوتر ليه؟ لانه كان بيستعجل انه يسترجع كره بتتفقد منه. اضف الى ذلك الثلاثي الهجومي بتاع باريس سان جيرمان قمه المهارات الفرديه وامتلاك الكره، ميسي تعرض لاكثر من يعني مداخلات عنيفه جدا، وده اللي يوريك التوتر اللي دخل لعيبه مان سيتي بسبب التكتيك اللي عمله مدرب سان جيرمان في انه امتلك الكوره وما تسلمها للخصم اللي بيعتمد على التيكي تاكا. اعتقد ميسي امبارح رجعنا لميسي انه فعلا اسطوره. هدف ميسي يعتبر مدرسه ميسي المتفرده، لانه دي اهداف خاصه به، يعني اهداف خاصه به والحاجات اللي هو بيعملها. نيمار امبابي يعني أرهق دفاع مانشستر سيتي بالذات الشوط الثاني، الشوط الثاني أرهق دفاع مانشستر سيتي إرهاق ما طبيعي، وده كان نقطة التحول في المباراة، لأنه لو أنت جاريت غوارديولا في لعبة تيكي تاكا والاستحواذ وامتلاك الكرة حتدعم معه، لأنه هو بيعمل على يعني زي ما بيقولوا كسر مجهودك اللياقي بأنه يستلم الكرة كثير ويخليك تجري وراه، عشان كده ديل لما كانوا يقلعوا الكرة باريس سان جيرمان بيحتفظوا بها ما طلعوها عليه عشان يدخل الخصم الآخر في عكس مجريات تفكيره. طيب. فأنا أعتقد كانت مباراة قمة الروعة تكتيكية من الفريقين يعني.